بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. قال الرب يسوع: كان لرجل ابنان، فقال أصغرهما لأبيه: يا أبي أعطني حصتي من الميراث. فقسم لهما ثروته، وبعد أيام قليلة جمع الابن الأصغر كل حصته وسافر إلى بلد بعيد، وهناك بدد ماله في حياة الطيش. ولما أنفق كل شيء حدثت في ذلك البلد مجاعة شديدة، فبدأ يحس بالعواز، فذهب ولجأ إلى واحد من أهل ذلك البلد فأرسله إلى حقوله ليرعى الخنازير، وكان يشتهي أن يملأ جوفه من الخروب الذي كانت الخنازير تأكله ولا يعطيه منه أحد. فرجع إلى نفسه وقال: كم من الأجراء عند أبي يفضل الخبز عنهم، وأنا هاهنا أهلك جوعا. أقوم وأمضي إلى أبي وأقول له: يا أبي، خطئت إلى السماء وأمامك، ولا أستحق بعد أن أدعى لك ابنا، فاجعلني كأحد أجراءك. فقام وجاء إلى أبيه، وفيما كان لا يزال بعيدا رآه أبوه، فتحنن عليه وأسرع، فألقى بنفسه على عنقه وقبله طويلا. فقال له ابنه: يا أبي، خطئت إلى السماء وأمامك، ولا أستحق بعد أن أدعى لك ابنا. فقال الأب لعبيده: أسرعوا وأخرجوا الحلة الفاخرة وألبسوه، واجعلوا في يده خاتما وفي رجليه حذاء، وأتوا بالعجل المسمن واذبحوه لنأكل وننعم، لأن ابني هذا كان ميتا فعاش، وضالا فوجد، وبدأوا يتنعمون. وكان ابنه الأكبر في الحقل، فلما جاء واقترب من البيت سمع غناء ورقصا، فدعا واحدا من الغلمان وسأله: ما عسى أن يكون هذا؟ فقال له: جاء أخوك فذبح أبوك العجل المسمن لأنه لقيه سالما. فغضب ولم يرد أن يدخل، فخرج أبوه يتوسل إليه، فأجاب وقال لأبيه: ها أنا أخدمك كل هذه السنين ولم أخالف لك يوما أمرا، ولم تعطني مرة جديا لأتنعم مع أصدقائي، ولكن لما جاء ابنك هذا الذي أكل ثروتك مع الزواني ذبحت له العجل المسمن. فقال له أبوه: يا ولدي، أنت معي في كل حين، وكل ما هو لي هو لك، ولكن كان ينبغي أن نتنعم ونفرح لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش، وضائعا فوجد، حقا والأمان لجميعكم. المسيح يسوع التسبيح هو البركة، من أجل كلامه الحي لنا. للمسيح يسوع التسبيح هو البركة. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين.
إخوتي الأحبة، نحن وياكم اليوم بالأحد الرابع من الصوم المقدس، وهالأحد هيدا اسمه أحد الابن الشاطر، وأكيد هالمثل هيدا يلي سمعناه اليوم هو مثل ممكن كتير يكون بحياتنا نحن اليومية يلي نحن منعيشها. ممكن هالشي هيدا يكون مرق معنا أو مرق مع أشخاص منعرفهم. الرب يسوع عم يعطينا هالمثل هيدا حتى يحاول إنه يدخل على عمق أعماق كل واحد منا، ويحاول إنه يعلمنا كيف من خلال إنجيل الرب يسوع نحن من المفروض إنه نتعلم بحياتنا اليومية وبكل المصاعب اللي بدنا نعيشها. اليوم أنا وياكم حتى نقدر إنه نفند هالإنجيل رح ركز فيه على رقم 5. هالشاب الصغير بعائلته من بعد ما قرر إنه يترك بيت بيو والعزة اللي كان عايش فيه، لأنه طلع على باله إنه يعيش بطريقة ما، يمكن حس إنه كل الوقت بعيشه مع بيو ما عم يقدر إنه يلاقي حاله، وهيدا مش غلط. الغلط ببلش هون لما أخذ حصته من ميراث بيو وراح على محل بعيد، وبقلنا الكتاب المقدس خسر 5 شغلات. الشغلة الأولى يلي خسرها بقلنا سافر إلى بلد بعيد، هناك بدد ماله في حياة الطيش. تاني شغلة لما أنفق كل شيء. تالت شغلة حدثت في ذلك البلد مجاعة شديدة فأخذ يحس بالعوز. رابع شغلة ذهب ولجأ إلى أحد سكان البلدة يطلب منه أنه يشغله، هو يلي كان الغلمان موجودين عنده، هو يلي كان كل الأشخاص كانوا تحت خدمته صار هو خادم. وديه لمحل حتى يرعى الخنازير. الخامسة وكان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله. وكليتنا منعرف إنه الخنزير عند الشعب اليهودي هو خنزير، هو حيوان نجس ممنوع إنه يقتربوا منه. فإذا شوفوا هالإنسان هيدا وين كان بحياته مع بيو، بحياة الترف يلي كان عايشها، كل شيء كان مأمن لإله. مجرد إنه قرر إنه يروح عن بيت بيو بلش يمشي بطريق الغلط، وبطريق الغلط وصلته إنه يخسر 5 شغلات بحياته. هون هالإنسان هيدا انطلق بالرجعة تبعيته. الرجعة تبعيته كانت انطلاقا من البطن، أخذ يشكو العوز، كان بيشتهي إنه يعبي بطنه من الخرنوب يلي الخنازير بتاكله وما حدا كان يساعده. فإذا انطلق من الجوع، من الجوع يلي جعله إنه يبلش يركب الكلمات، إنه شو ما عملت أنا مع بيي، بيي بده يحبني لأنه بالنهاية أنا من لحمه وأنا من دمه، مش ممكن إنه يتخلى عني. بلش يحط بعض الكلمات، أقوم وأمضي إلى أبي وأقول له قد خطئت إلى السماء وأمامك ولست أهلا أن أدعى لك ابنا فاجعلني كأحد أجرائك. هودي الكلمات المؤثرين يلي بيدخلوا بعمق أعماق البي. مش عارف هالإنسان هيدا إنه بيو ناطره، ناطره إنه يرجع، وناطر الوقت فيه يلي بده يرجع يلاقيه. وهون اللي من اجى لعند بيو ربح 5 شغلات. اول شغله ربحها كان
غمرة البي، وغمرة البي يلي بتعني المسامحة. الشغلة الثانية يلي ربحها هي الخاتم يلي نوضع بإيده، والخاتم يلي بيرمز للسلطة، رجع رده لنفس المكان يلي كان موجود فيها. مش معناتها أنه أنت كنت خاطي ورجعت معناتها أنا شلحتك وأخذت منك الشيء اللي كان موجود عندك، لا، رجع رده لنفس المكان. الخاتم يلي بيرمز للسلطة. الشغلة الثالثة يلي عطيها عطى الحذاء، لأنه بهذيك الأيام كان العبد فقط هو الإنسان يلي بيمشي حافي، وهو وصل لمرحلة العبودية حتى كان ماشي حافي. مشان هيك بيّن قال له نعطوه الحذاء. والشغلة الرابعة يلي أعطيها هي الحلة، رجع لبسوا الحلة من أول وجديد. وإذا برجع أنا وياكم للعهد القديم منشوف إنه هيدي الحلة في إلها قصة كتير كبيرة مع يوسف ومع أخوته. لما بيّوا بيلبسوا الحلة، أخوته بياخد على خاطرهم وبيروحوا بكبوه بقلب البير، وبياخدوا حلة الابن وبيخزقوها وبيحطوا عليها من دم أحد الحيوانات يلي بيقتلوها وبيردوها لعند البي. فإذا الحلة يلي بتعني الامتياز، رجع ميزوا ورجع ردوا لنفس المكان يلي كان موجود فيها. مش بس هيك، رجع ردوا إنه يكون هو ابنه. والشغل الخامس يلي ربحها كان الاحتفال، الاحتفال الكبير، خلينا نفرح لأن ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. ما رح فوت بقصة الابن الضال ابن الخيل الكبير، لأنه إذا بدي فوت بقصة الخيل الكبير في مشي في شرح طويل وبدي أخذ وقت كتير، ما بدي طويل. بس أكيد اللي بدي أقوله بالخيل الكبير بلخصه بكلمة واحدة، يلي كمان بيشبهنا نحن، يلي رفض إنه يسمي خيو خيه. لكن ليش بشعة لما بيجي لعند بيو بيقول له ولما عاد ابنك هذا ذبحت له العجل المسمن. قديش مرات نحن مننسى الأخوة تبعيتنا كرمال شغلات أرضية، كرمال شقفة أرض، كرمال شغلة، يمكن كرمال أولاد عم يلعبوا مع بعضهم، كرمال صفة سيارة، كرمال طابق بالبناية. بنسى أنا أنه خي، وبقول له ما بقى تعيط لي خيه، مع أنه الحياة كلها خي. لما بتشرب مي بتقول خي، قد ما هي مهمة. فهون اتخلى عن الأخوة اللي كانت موجودة بحياته. هالشي هيدا اللي بدي أقوله بيشبهنا كتير نحن بحياتنا اليومية يلي منعيشها، بحياتنا اليومية. لأنه أنا لما ببتعد عن الله، أنا ببتعد عن الله بإرادتي وبوقع بالخطية. وإذا بفكر أنا وياكم شو هي الخطية، الخطية فيها 5 حروف. حرف الخاء هي خبرة، خبرة بعيشها الإنسان. حرف الطه بعيدة عن طاعة الله، مثل الابن الشاب الشاطر، خبرة راح بيعمل خبرة بعيدة عن طاعة الله بدون بيو، ما بده بيو. هالشي هذا بيسبب لإله اليباس. مشان هيك يسوع بيقول أنا الكرمة وأنتوا الأغصان، وكل غصن ما بيكون معلق فيه بييبس، وكل غصن بيتعلق فيه بيعطي بثمر يبس. أخذ يشكو العوز والسبب. فإذا هي خبرة بعيدة عن طاعة الله بتسبب لإلنا اليباس. سبب حرف الياء، حرف الألف أنانية، وحرف التاء تكبر. لأنه أنا ما بقى بدي يكون تحت جناح بيي، أنا ما بقى بدي يكون تحت جناح الكنيسة، أنا ما بقى بدي يكون تحت جناح أهلي. فإذا أنا بروح وبعيش مثل ما بدي، وبحط إيدي على راسي وبقول أنا حر، أنا حر عيش مثل ما بدي. شوفوا الحرية الغلط لما وصلت لها الإنسان. ومثل ما هالإنسان هيدا تاب وقرر يرجع لعند بيت بيو، كذلك الأمر نحن كل مرة منتوب منرجع ومنعترف لبينا. والاعتراف في 6 حروف، هي اكتشاف 5 شغلات بالله. حرف الألف اكتشاف، 5 شغلات بالله. حرف العين عمق محبة الله، كان ناطره قاعد على الشباك ناطره أي ساعة بده يرجع، أول ما شافه عبطه وباسه، عمق محبة الله. حرف التاء تسامح الله، لبسوه
لبسوا الحذاء، حطوا له بايده الخاتم، فرحوا. ابني هذا كان ميت وعاش، كان ضل ونوجد. فاذا عمق محبه الله، تسامح الله، رحمه الله، حرف الراء، حرف الالف امانه الله، وحرف الفاء فرح الله بعوده كل انسان خاطئ للتوبه. خلينا نفرح، خلينا نعمل احتفال، والاحتفال يكون كبير. هيدا هو يسوع المسيح، وهيدا هو الانسان. كل مره نحن نمشي بطريق الغلط نخسر هالشغلات الخمسة، وكل مرة نحن بنرجع للرب نربح هالشغلات الخمسة. بس إيانا أن يكون في عنا طمع بمحبة الله وبرحمة الله. مشان هيك أخوتي الأحبة، هالإنجيل هذا بيعلمنا كتير بحياتنا اليومية، وبيخلينا يوم بعد يوم نفهم أكثر الرب شو بده منا بحياتنا. حتى إنهي أنا وياكم، بيخبروا عن هون مرة كانت عايشة طريق الغلط، وبحياتها كانت عايشة طريق الغلط وحاسة إنه الحياة اللي عم بتعيشها هي حياة مش مظبوطة. فقررت إنه تتوب، ولما قررت إنه تتوب أسرى موجود هون تحت منا بالوادي، في هون إنسان ناسي كان عايش حياة مليانة قداسة. بتقرر إنه تروح لعند هالإنسان الناسك وتطلب منه إنه يغفر لك خطيتها ويدلها كيف بدها تعيش وتنطلق حياة جديدة. فأول ما بتوصل لعنده لهالناسك بيسمعها، من بعد ما بيسمعها بيقول لها: يا بنتي، حتى أغفر لي خطيتك بدي أطلب منك إنك تاخدي هالسلة. على بعد 20 متر من هون في نبعة مي، بدك تعبي هالسلة مي. قالت له: يا أبونا، ولو كيف تعبي السلة مي؟ حدا بيقول لك بتعبي السلة مي؟ قال لها: بدك تعبي السلة مي. بتروح هالمرة وتحاول إنه تعبي السلة مي. أول مرة بتعلي السلة، بتطلع بتشوف إنه الميات عم ينزلوا، وتاني مرة الميات عم تنزلوا. بتيجي لعنده بتقول له: أعطيني قصص تاني، لأنه مش ممكن إنه أقدر أعبي السلة مي. قال لها: بدك تروحي وتعبي السلة مي. ترجع بتروح اخذي معها هالسلة، بتغرف هالسلة وبتعليها، الميات بينزلوا. تاني مرة الميات بينزلوا، راح بتغيب الشمس، بتحط السلة وبتحس انه هي تعيسة كتير وبتبكي. ولما بتبكي دموعها بيعبوا السلة، بتحمل حالها وبتروح لعند الأبونا، بتقول له: يا أبونا، هيدي السلة مليانة مي. قال لها: هلأ خطيتك انغفرت، لأنه ما في شيء بيغفر الخطية إلا دموع التوبة. وهذا هو الشيء اللي صار مع الابن الضال، وهذا هو الشيء اللي بيصير بحياتنا كلنا سوا. لأنه مرات كتيرة توبتنا بتكون فلكلور، إنه كل موجودين بكرسي الاعتراف، ونجي نحن على كرسي الاعتراف ومنقرر نحن أول ما نطلع من كرسي الاعتراف نرجع للخطية من أول وجديد. مشان هيك ربنا عم يدعينا إنه ننبش على قلبنا، وكل مرة نحن منغلط وكل مرة نحن منخطي نكون عم نقول له: يا رب، خطيتي عظيمة، اغفر لي. وأكيد ربنا هو الإله يلي كله رحمة، رح يغفرنا ويرجع بردنا لنفس المكان يلي كنا نحن موجودين فيها. إله المجد للأبد، آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد.